محسين، قول لي بقالك كام سنة على المعاش دلوقتي؟ من 2007 بقى. من 2007. اه الحياة أيام الخدمة أحسن ولا وأنت على المعاش أحسن؟ لا طبعا الخدمة، أنا كنت خدت على كده وكنت بحب العمل بتاعي، ولما طلعت بقى طبعا الحياة بتاعتي اتغيرت، لأن أنا راجل منتظم وراجل كنت بطلع أروح شغلي تمام بالساعة 6 كل يوم، فطبعا اتغيرت، بس تأقلمت بقى على على المعاش وعلى كده. قول لي حضرتك نفذت كام حكم اعدام طول ال 20 سنه؟ حوالي يعني حوالي بتاع 1000 و1000 وشويه، اكتر من 1000 حكم اعدام. اكتر من 1000. عرفت امتى ان سيادتك حصلت على ترتيب في موسوعه جينيس للارقام القياسيه؟ انا عرفت من الناس، انا ما اعرفش عن الموضوع ده حاجه، بس لقيت الناس بيقولوا انت في موسوعه جينيس اللي هو في الارقام القياسيه وكده، فده انا يعني انا ما جريتش وراه، هو زي ما تقول صحف اللي عمل القصه ديت وبعت وحطوني في الموسوعه ديت. تمام. من بعد الثورة كان في ناس كتير تستحق الإعدام لكن ما تنفذش ولا حكم إعدام. ده الكلام ده بقى طبعا أنا طلعت من الخدمة، أنا ما أعرفش إيه السياسة بتاعتهم، بس لازم هيتنفذ، دي قصاص ولازم يتنفذ. ما كانش النهاردة يبقى بكرة، ما كانش بكرة لما البلد حالها يتعدل وترسى على كده من حضرتك، ان الشغل هيبقى على على اصوله. عمر سيادتك ما حسيت وانت بتنفذ حكم الاعدام في حد ان الراجل ده ما يستحقش حكم الاعدام؟ لا، ما حدش بيروح المكان ده الا اللي يستاهل. آه. ان القضيه بتقعد 3 4 سنين على ما ننفذ. تمام. لو فيها اي ثغره ولا اي بتاع لازم، لان القاضي اللي بيحكم عليه هو ذنبه في رقبته، هو ذنبه في رقبه القاضي. ماليش دعوه انا بالكلام ده، انا بنفذ. تمام. اصعب حاله اعدام كانت مع مين؟ في حالات صعبه كتيره، بس يمكن اصعب حاله بتاع واحدة مثلا ماتت قبل ما يتنفذ معها حكم الإعدام. يعني كان في إعدام في سجن من السجون وكده، ورحنا ننفذ، راح بتاع ده الزلزال اللي هو بتاع الساعة 7 ده بتاع 6:30. فعملت الدنيا كده، فقالوا ده بينة كرامة وبتاع وتغراته إن هي إيه بينة كرامة وكده. تمام. ماتت من الفرحة. ماتت من الفرحة. من الفرحة، من الفرحة الشديدة. والحزن الشديد بقى نفس العملية. تمام. ألف شكر لحضرتك يا عم حسين. شكرا.